نرحب بكل مشاهدي الكرام في ملخص الجولة الأولى للقاء النهضة البركانية أمام حسنية أكادير. أولى المحاولات كانت لفائدة فريق النهضة البركانية من التسديدة بواسطة لاعبي سوزغودي وتدخل الحارس إسماعيل قاموم. خطأ على مستوى التغطية الدفاعية يوسف عليك وضع الكرة في الشباك لولا تدخل الحارس إسماعيل قاموم. كذلك المرتدات الهجومية والمحاولات لفريق حسنية أكادير اكتسبت الخطورة. هنا تسديدة مروان زيلا بوسطات الكرة لمالك سيسي التي كان يوضع الكرة في الشباك، ولكن مالك سيسي بعد العودة لتقنية الفار كان في وضعية تسلل وبالتالي رفض هذا الهدف. الأخطاء والضربات الثابتة شكلت خطورة. هنا اللاعب العربي النجيب يضع الكرة في الشباك ومرة أخرى الحكم المساعد رفع الراية وبالتالي رفض هذا الهدف بعد العودة كذلك لتقنية الفيديو. فريق حسنية أكادير تحت له هذه الفرصة وهذه المحاولة من خلال اللاعب مالك سيسي. هنا فرصة بواسطة موسوندو تشاطرك وتدخل الحارس إسماعيل قاموم. حمزة المساوي العرضية وتدخل المدافع أمامنا محمد الشيخي. هنا خطأ للمدافع إسماعيل مقدم، كاد اللاعب إبراهيم جاي أنه يستغل هذه المحاولة بعد تسديدة كذلك للسنغالي مالك سيسي. كرة تمر جانبا آخر المحاولات تسديدة بكر علي الذي هذه الجولة الأولى بتعادل سلبي 0 لمثله. الجولة الثانية من لقاء النهضة البركانية أمام حسنية أكادير. عرف اندفاع قوي من فريق النهضة البركانية وتسديدة بواسطة اللاعب بكر الهلالي. كرة مرت فوق مرمى الحارس إسماعيل قاموم ثم محاولة بواسطة عمر المساوي من كرة ثابتة. الكرة مرت جانبا في الوقت اللي فريق حسنية أكادير تحقق هذه الفرصة من خطأ، ولكن صعود جبريل ديوب حكم كيعلن على الخطأ. دخول إبراهيم البحلاوي دفع أخرى على مستوى الهجوم لفريق النهضة البركانية. فريق حسنية أكادير تحت له فرصة بواسطة ياسين الدهبي من خلال هذا المرتد الهجومي السريع. ياسين الدهبي يراوغ الدخول داخل منطقة الجزاء. يوسف عليك الكرة مرت جانبا من مرمى حارس حمزة الحمياني. كانت هذه أبرز فرصة لفريق حسنية أكادير خلال الجولة الثانية. فريق النهضة البركانية اللي حاول يستثمر كذلك الضربات الزاوية هنا الرأسية الكرة فوق المرمى. كذلك البحث على العرضيات هنا من المهدي أوبيلا وتدخل الحارس إسماعيل قاموم. تواصلت المحاولات وكذلك استماتة ديال الدفاع وحارس المرمى اللي تنتهي هذه المواجهة بالتعادل السلبي 0 لمثله بين الفريقين.